تحياتي واهلا وسهلا بحضراتكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. حلقتنا النهارده من اكسترا نيوم هنتناول فيها مستجدات الساحه المحليه ونروح لجوله لاخر الاخبار في المحافظات المصريه عشان نعرف ايه اللي بتشهده من احداث جديده، وكمان هنروح لجوله مع مراسلي اكسترا نيوز هناقش فيها المشروعات اللي موجودين فيها وازاي بتخدم اهلنا في كل محافظه. كمان هنتكلم عن جهود مصر في اطلاق مشروعات الطاقه المتجدده صديقه البيئه بالمحافظات، وفي الفقرة الرئيسية إن شاء الله في تمام السادسة والنصف وبعد نشرة الأخبار هنتكلم عن ملفين مهمين جدا، وهو تطوير المناطق الغير آمنة، وكمان هنتكلم في دعم مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. نبدأ كده حلقتنا مع حضراتكم ونقول بسم الله. تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، استضافت وزارة الداخلية شباب وبراعم بشاير الخير والأسر الخاصة بيهم عشان يقضوا يوم رياضي وترفيهي داخل نادي ضباط الشرطة في محافظة الإسكندرية. نشوف كده مع حضراتكم التفاصيل. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده، لا يمكن. طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا سيب الناس كده ابدا. هي بيا لينا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معهم إن إحنا أدخلنا البهجة والفرحة عليهم وغيرنا حياتهم وحياة أبنائهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا وبكرة طالع بين إيدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشائر الخير دي حققت لنا كل احلامنا، حياتي فرقت كتير. المكان الجديد ساعدني ان انا اعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحه حقق لنا امنياتنا، مدينه كويسه جدا، كل الطرق بقت سهله، كل الاماكن بقت كويسه قوي، ولسه اكيد من احلى الاحلى. البشائر مكان حلو، مكان نظيف، خلاني احلم اني اكون دكتوره، واصبح دلوقتي مكان محترم، في حياه ادميه للناس، الناس قادره تعيش. البشائر جميله الصراحه، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، وبنشكر الرئيس عليها. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي توجهها لهم وزارة الداخلية، وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية. نكبر ونعيش ونشوف حياة كريمة، وبنيت حققت الحلم فعنا، رسمت طريق حقيقة.
فرحانه قوي عشان كنت ما كنتش احلم ان انا اجي المكان ده هوت وهما جم اخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سله وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهارده مع الضباط وضباطات الشرطه. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. اول مره نعمل كده اصلا في حياتنا. الشكر مش كفايه للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده، من اول البشاير طبعا بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل. هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطني المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية. جيت هنا اتبسطت جدا وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أكي كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جدا. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكرا قوي، شكرا على الفرصة اللي أنت اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. بشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكراً مش كفاية، شكراً مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمختلف محافظات الجمهورية عشان نشوف إيه آخر الأخبار المتعلقة بالمحافظات في مصر. متحف سوهاج بينظم معرض يعني في غاية الجمال بعنوان كنوز سوهاج المنسية. المعرض ده بيركز وبيسلط الضوء على الأيقونات القبطية الغير مسجلة بأديرة سوهاج الأثرية. بيضم 9 أيقونات، أبرزها يعني أيقونة للسيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح، وأيقونة تانية بتهدف لنفس الرسالة. المعرض ده مستمر حتى 20 ديسمبر اللي جاي إن شاء الله، وجميع المعروضات من المتحف بتعرض للجمهور لأول مرة بمتحف سوهاج القومي. عشان كده اللي موجود هناك في سوهاج أو حتى كمان اللي ممكن يروح مخصوص هيستمتع كتير قوي بالأيقونات والكنوز المصرية المنسية والقبطية في هذا المتحف المبهر الحقيقة. ويمكن الصور كمان يعني بتعكس بعض الجمال والإبهار اللي موجود بداخله. القوافل الطبية المتنوعة بتجوب محافظات مصر، ويمكن احنا بشكل كده شبه يومي بنرصد ده في اكسترا اليوم. النهاردة في المنيا في قوافل طبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على صحة وسلامة المصريين. في المنيا ومن خلال القوافل تم توقيع الكشف الطبي على 6192 حالة لتخصصات مختلفة. ده بيتم بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، صرف العلاج للمواطنين بالمجان، تحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات بشكل كده أدق ويكون في رعاية أكبر، بخلاف طبعا إجراء التحاليل الطبية لكل حالة بتحتاج ده ومحتاجة ده بشكل فوري.
القوافل اللي بتطلقها حياة كريمة بتكون قوافل طبية لصحة المواطنين زي ما كنا لسه بنقول في محافظة المنيا من لحظات مع حضراتكم، وفي كمان قوافل بيطرية لفحص وتحصين وعلاج مواشي المزارعين وبالمجان برضو. ده بيحصل النهاردة في محافظة أسيوط والمستمرة حتى 8 سبتمبر اللي جاي إن شاء الله في المحافظة. حياة كريمة زي ما حضراتكم عارفين بتستهدف تطوير قرى ومراكز المحافظات تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030. ضمن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة في مختلف المحافظات، في الغربية النهاردة تم زراعة 1238 شجرة بالطرق العامة والميادين، تم زراعتهم في الغربية من خلال شجر مثمر، شجر زينة على مستوى المراكز والمدن والأحياء في المحافظة. كمان تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية. المبادرة دي بتشارك فيها العديد من المحافظات اللي بتستهدف توفير المناخ الصحي لأهلنا في المحافظات المختلفة في مصر، وكمان توفير مساحات خضراء بتمثل مظهر جمالي وبتحافظ على البيئة المحيطة بينا، وكمان بتيجي في إطار التنمية المستدامة والاستراتيجية اللي مصر حطاها للمناخ والتغيرات المناخية اللي شغل العالم كله خاصة في التوقيت ده. من دايما الأخبار المبهجة جدا والإيجابية جدا اللي احنا بنشوفها في إكسترا اليوم السياحة، وإن يبقى إن شاء الله في وفود بتزيد أكتر وأكتر، وربنا يعني يحافظ على الملف ده تحديدا في الوقت ده. النهاردة بيستقبل مطار الغردقة ومطار مرسى علم حوالي 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، والمقرر وصولهم على متن 139 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا. النهاردة هيشهد مطار الغردقة وصول حوالي 15 ألف سائح، ومطار مرسى علم هيشهد وصول 6 ألاف سائح، وده وفقا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات المصرية. دايما بنسمع عن فكرة تكوين الوعي، ولو احنا بنتكلم في الوعي يبقى بنتكلم في المرأة المصرية، لأن المرأة المصرية بتشكل يعني نسبة كبيرة قوي من تكوين الوعي لأطفالها اللي بعد كده بيكونوا يا سيدات أو سادة في المجتمع. المجلس القومي للمرأة في الشرقية بينظم ندوة توعوية عن مظاهر العنف ضد المرأة بأنواعه، خاصة في الزواج المبكر ومخاطر الزواج المبكر القانونية والاجتماعية والصحية والأثار المترتبة على التفكك الأسري على الفرد والمجتمع. طبعا ده غير توضيح أهمية دور الأم في تربية النشأ والاهتمام بتعليم الفتيات. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة مع مراسلي إكسترا نيوز من محافظات مختلفة في مصر. خلوني أرحب بإبراهيم عزت زميلي في حي القاهرة، وأحمد الأفيوني من صعيد مصر تحديدا من قنا. مدينة الأسمرات بتجمع ما بين عاملين مهمين جدا الدولة عملت عليهم لتوفيرهم للمصريين، أولا أن الناس تعيش في مجتمع حضاري في نفس الوقت تتمتع بحياة لائقة تليق بمكانة المصريين. ده يمكن اللي اتحقق في الكثير من المشروعات، ولسه إن شاء الله بإذن الله هيتحقق في باقي المشروعات اللي مصر مخططة ليها في استراتيجيتها القومية. الأسمرات مع زميلي إبراهيم عزت. يا إبراهيم تحياتي ليك من جديد، صف لنا بقى المشهد لديك وإيه آخر التطورات الموجودة عندك في مدينة الأسمرات. تفضل إبراهيم. نعم أيه، مساء الخير. صحيح كما ذكرتي تماما، واقع ملموس يشهده حي الأسمرات هنا. الدولة المصرية التي أرادت بناء الحجر، ومن قبل بناء الحجر بناء الإنسان، هذا هو ربما عنوان لما حدث هنا في حي الأسمرات. ولا يخفى على أحد مجهودات الدولة المصرية فيما يخص ملف تطوير العشوائيات ونقل الأسر التي عانت طوال عقود ماضية في المناطق غير الآمنة، هكذا هو العنوان التي أطلقته الدولة المصرية على العشش وعلى المناطق غير الآمنة والخطرة التي عاش بها آلاف المصريين خلال العقود الماضية.
القضية. أرادت الدولة المصرية أن تبني هذا الحي، وحينما افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 من يونيو من عام 2016 كمرحلة أولى وثانية، والآن نحن نتحدث في أعقاب نهاية المرحلة الثالثة، تم تسكين الحي بصورة كاملة. ما الذي يقدمه هذا الحي، وما هو الفارق الذي يشعر به المواطنون هنا في حي الأسمرات عنه عن المناطق التي كان يعيشون بها في الماضي؟ نحن نتحدث عن يعني ربما الدويقة، بنتحدث عن عدد كبير من المناطق التي ارتبط اسمها بحوادث ربما إنسانية كبرى كصخرة الدويقة وما إلى ذلك. يتم نقل الأسر فقط بالملابس، بشنطة الملابس، في وحدات سكنية كاملة التشطيب مفروشة تماما. هذه الوحدات التي تقدمها الدولة لهؤلاء الأسر. نتحدث أيضا عن ثلاث مراحل هنا في حي الأسمرات زميلتي آية، بإجمالي 188 فدان للمساحة الإجمالية لهذا المشروع. بنتكلم على خدمات، ما هي الخدمات المقدمة للمصريين الذين يعيشون هنا في هذا المكان؟ بنتحدث عن محو أمية أولا، هذا هو أحد ربما أحدث المشروعات التي يعني أراد القائمون هنا على حي الأسمرات أن يقدمونها لقاطني هذا الحي، لذا يستغلوا فصل الصيف كعطلة من المدارس لأطفالهم وما إلى ذلك. تم يعني فتح ثلاث فصول محو الأمية لتعليم الكبار هنا في حي الأسمرات. بنتحدث أيضا عن حضانات، بنتحدث عن مدينة شبابية يستطيع أيضا قاطني هذه المنطقة أن يمارسوا الرياضة بصورة عامة. نتحدث أيضا عن سجل مدني بيقدم كافة الخدمات الحكومية. طيب إبراهيم، إذا تحدثنا يعني بشكل كبير عن كل هذه الخدمات التي يعني أشرت لها في سياق حديثك، تفاعل المصريين اللي موجودين هناك بقى في حي الأسمرات، سواء كانت على مراكز الشباب أو كذلك أيضا على فصول محو الأمية أو كذلك أيضا في السجل المدني وكل الخدمات المتوفرة والموجودة في حي الأسمرات؟ طيب احنا بعد شوية كده هنرجع تاني لزميلي إبراهيم عزت من حي الأسمرات، ولكن على مساحة 4000 متر مشاهدينا، تكلفة مالية 90 مليون جنيه، تم إقامة أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين في محافظة إنا. يعني إيه بقى مركز بيخدم المستثمرين في صعيد مصر وتحديدا في محافظة إنا؟ أحمد الأفيوني هيوضح لنا الأمر ده وعن المركز والخدمات اللي بيقدمها. أحمد تحياتي ليك من جديد والكلمة معاك دلوقتي، تفضل. نعم آية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالفعل واقع تنموي جديد فرضته خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بافتتاح أول مركز متكامل لخدمة المستثمرين في جنوب صعيد مصر على أرض محافظة قنا على مساحة 4000 فدان كما ذكرتي، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، بهدف دعم الاستثمار بصورة كبيرة في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة سواء بمحافظة قنا أو محافظات جنوب الصعيد في قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر. كما جرى ربط هذا المركز أيضا شبكيا مع جميع الجهات الحكومية المعنية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بهدف توفير الوقت والجهد على يعني عبر خدمة الشباك الواحد الذي يخدم جميع المستثمرين. المستثمر هنا يأتي إلى هذا المركز يأخذ الخدمة كاملة من خلال شباك واحد في هذا المكان. إذا ما تحدثنا أنها على هذا المركز يقدم خدماته أيضا لأكثر من 2600 شركة قائمة بالفعل في محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، تعمل في جميع القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة. إذا ما تحدثنا عن نوعية الخدمات التي يقدمها المركز هنا في محافظة قنا لخدمة جنوب الصعيد، المركز يقدم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية والغير عادية ويعني وتشمل المشروعات الاستثمارية بجميع أنشطتها. أيضا هذا المركز يضم العديد من المصالح الحكومية، الشهر العقاري والتوثيق والتأمينات الاجتماعية وهيئة التنمية
الصناعية ونقابة المحامين، ووجود أيضا ممثل عن ديوان عام محافظة قنا للتذليل كافة العقبات أمام جميع المستثمرين هنا في هذه المحافظة. ومن ثم هذا المركز أحدث نقلة تنموية كبيرة في إقليم جنوب صعيد مصر، ويساهم في يعني توفير فرص عمالة كبيرة هنا لأبناء محافظة قنا. ربما كانت هذه هي الصورة لدي من هنا من مركز خدمة المستثمرين، المركز الأول على محافظات جنوب صعيد مصر في محافظة قنا. أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. هنرجع تاني لحي الأسمرات مع زميلي إبراهيم عزت. إبراهيم سؤالي ليك قبل انقطاع الاتصال عن فكرة تفاعل المصريين هناك في حي الأسمرات الموجودين في الحي من الخدمات اللي بتقدم ليهم، سواء كانت المراكز الرياضية، سواء كان فصول محو الأمية، وكمان السجل المدني اللي انت أشرت ليه، وباقي الخدمات الأخرى، تفاعلهم أخباره إيه وردود أفعالهم إيه؟ نعم، ردود أفعال إيجابية بالتأكيد زميلتي آية. كل هؤلاء يعني الأسر التي كانت تعيش يعني مقارنة بما كان يقدم في العقود الماضية وما يقدم حاليا من خلال حي الأسمرات، ربما يعني هناك المساحات الخضراء، ينتشر الأطفال حولي في هذه المساحات الخضراء، هذا ما لم يجدونه من قبل حتى كمتنفس لهم كأطفال لقضاء وقت ربما للعب وما إلى ذلك. إلى جانب كل هذه الخدمات زميلتي آية، نتحدث أيضا عن الوحدة الصحية، وكما تعلمي أن قطاع الصحة هو أحد أهم القطاعات التي توليها الدولة أهمية كبرى، وهناك عدد كبير من المبادرات الصحية التي أطلقت خلال 7 سنوات الماضية التي تهدف في المقام الأول لضمان صحة وسلامة المواطنين. الوحدة الصحية هنا هي تقدم الخدمات أيضا بالمجان لجميع الأسر. إن كنا نتحدث عن المبادرات الرئاسية ولعل أبرزها 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات، مبادرة صحة المرأة والمبادرات الأخرى المتنوعة، تقدم الخدمة هنا لقاطني هذا الحي أيضا بالمجان. نتحدث أيضا عن عدد كبير من المدارس، ليست مدرسة أو مدرستين، ولكن نتحدث عن 5 مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي بأنواعه، إن كنا نتحدث عن الثانوي العام والثانوي الصنايع، كل هذا بداخل هذا المكان المخبز. وهذه الأسر يعني ربما اعتادت يعني صرف المستحقات التموينية يعني لقضاء ربما يومهم الحياتي. نتحدث أيضا عن عدد كبير من المتاجر، جهاز خدمة المشروعات التابع للقوات المسلحة أيضا الذي يوفر اللحوم والدواجن هنا داخل المكان بأسعار مناسبة لقاطني هذا الحي. ونتحدث أيضا عن المخابز، هناك مخبزين تم يعني إضافة مخبز في المرحلة الثالثة بحكم أن هذه المرحلة هي الأكبر من حيث عدد السكان وأيضا الأكبر من حيث المساحة. نتحدث عن 124 عمارة بيسكنهم 31,000 مواطن، هناك مخبز تم تخصيصه تحديدا في هذه المرحلة. يعني قال لي رئيس الحي قبل قليل أن هذا المخبز الإنتاج يعني القدرة الإنتاجية في اليوم تقريبا 1,000,000 رغيف، وهو ما يزيد عن احتياج هذا الحي، ويخرج منه لحي المقطم بصورة عامة بجانب يعني هذا الحي حي الأسمرات. بصورة عامة يعني التطور الكبير الذي تشهده هنا يعني هذه المنطقة من حيث بناء البشر ومن في السابق بناء الحجر كما ذكرنا، تقديم كافة الخدمات، أيضا تأهيلهم ومشاركتهم في المجتمع كغيرهم من المواطنين بالتأكيد لإشراقهم في الحياة الفنية، هناك ندوات فنية تقيمها ربما وزارة الثقافة هنا في هذا المكان، بنتكلم عن النشاط الرياضي كمدينة رياضية متواجدة هنا، بل كانت وما زالت مقصد لكثيرين من المواطنين لإقامة الدورات الرمضانية، لإقامة عدد كبير من الدورات، كل هذا في داخل
داخل هذا الحي الذي أنشأته الدولة في عام 2014 في أولى مراحلها، وتم افتتاحه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 من يونيو من عام 2016 كأحد أهم يعني مكاسب دولة 30 يونيو هنا، والصورة الجديدة التي تقدمها الدولة فيما يعرف نقل المواطنين من المناطق العشوائية غير الآمنة إلى مناطق آدمية تليق بالمواطن المصري. إبراهيم عزت، أنا بشكرك شكرا جزيلا، حدثتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من حي الأسمرات. شكر موصول كمان لزميلي أحمد الأفيوني، حدثنا من صعيد مصر وتحديدا من قنا. في الرسالة اللي معانا دلوقتي زميلنا هيثم البدري هيكلمنا عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة أسيوط وإزاي بتخدم أهل أسيوط هناك. نتابع ونرجع تاني لحضراتكم. في البداية تحية لكل الزملاء في الاستوديو ولكل مشاهدي وطبيعي اكسترا نيوز في كل مكان. النهاردة داخل واحد من اهم المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا المشروع اللي احنا موجودين فيه الان هو محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شطب. قرية شطب هي واحدة من قرى مركز اسيوط هنا في محافظة اسيوط، تقام فيها هذه المحطة واحدة من المحطات الكبيرة والهامة والتي تندرج ضمن محطات المعالجة الثلاثية. خلينا نتكلم في البداية يعني إيه معالجة ثلاثية أو يعني إيه معالجة عموما. المعالجة هي يعني إعادة استخدام مياه الصرف الصحي مرة أخرى في العديد من الاستخدامات، سواء مثلا في الزراعة، زراعة الغابات الشجرية أو بعض الزراعات بعد معالجة هذه المياه بطرق كيميائية معينة ومراحل معينة داخل هذا المشروع. لو اتكلمنا عن التكلفة ونسب التنفيذ، تكلفة هذا المشروع تصل إلى قرابة 360 مليون جنيه مصري. هذه المحطة تحديدا تخدم العديد من القرى، يصل عدد المستفيدين من هذه المحطة إلى قرابة 160 ألف نسمة. خلينا نتكلم برضو في إطلالة سريعة عن مراحل اللي بتمر بها مياه الصرف الصحي هنا داخل هذه المحطة. هناك أربع مراحل تمر بها مياه الصرف الصحي. خلينا في المرحلة الأولى هي مرحلة المعالجة التمهيدية، ودي بتتم بواسطة المصافي وإزالة الزيوت والرمال. بعد هذه المرحلة التمهيدية ندخل على مرحلة أخرى وهي المعالجة الثانوية. هذه المعالجة تتم من خلال أحواض التهوية والترسيب داخل هذه المحطة، ثم المعالجة الثلاثية التي تتم عن طريق المرشحات الرملية، ثم المعالجة الأخيرة هي معالجة الحمأة من خلال أحواض التجفيف. بعد ما بتمر المياه بكل هذه المراحل تصبح هذه المياه صالحة لإعادة الاستخدام مرة أخرى، سواء في زراعات بعينها أو من خلال الغابات الشجرية أو بعض المصانع التي تستخدم هذه المياه. زي ما تكلمنا مع حضراتكم عن التكلفة وقلنا أنها تقارب 360 مليون جنيه مصري والمستفيدين 160 ألف. ما هي القرى التي سوف تستفيد من هذه المحطة؟ هناك عدة قرى داخل مركز محافظة أسيوط ستستفيد من هذه المحطة. شطب التي تقام فيها هذه المحطة، ثم موشة، ثم ريفة ودير ريفة، وأيضا قرية الزاوية. المرحلة الأولى فقط من استيعاب هذه المحطة تصل لقرابة 26 ألف متر مكعب في اليوم، تستوعب هذه المحطة قرابة 26 ألف متر مكعب، والمرحلة الثانية سوف تصل إلى قرابة 39 ألف متر مكعب في اليوم. يبقى اتكلمنا عن الطاقة الاستيعابية، اتكلمنا أيضا عن تكلفة هذه المحطة، تحدثنا أيضا عن القرى التي سوف تستفاد من هذه أو تستفيد من هذه المحطة. بالفعل هذه المحطة واحدة من المشروعات الكبيرة والهامة في ظل اهتمام الدولة اهتماما كبيرا بتحقيق التنمية المستدامة في محافظات صعيد مصر. دي كانت كل المعلومات المتعلقة بمحطة شطب أو محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحي هنا في شطب، وعودة مرة أخرى للزملاء في الاستوديو. شكرا زميلنا هيثم البدري على هذه الرسالة وتحديدا من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أسيوط. في الجزء ده مشاهدينا من إكسترا اليوم هنستعرض مع حضراتكم مجموعة من التقارير والملفات من مختلف المحافظات. كنا بنتكلم امبارح مع حضراتكم عن جهود مصر في التوسع في إقامة مشروعات محطات الغاز الطبيعي وإزاي ده بيفيد الناس وبيفيد البيئة اللي حوالينا. خلونا دلوقتي نروح لاستطلاع آراء المصريين في الشارع حول توسع الدولة في إقامة محطات تموين الغاز أو السيارات بالغاز الطبيعي، ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا. سيارات آمنة وموفرة وصديقة للبيئة،
هذا ما ستحصل عليه بعد تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي، فقد أصبح هو الكلمة السحرية والحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بطاقة الغد الأكثر نظافة والأقل تكلفة والأطول استدامة. الكثير من المواطنين وجدوا أن أفضل خيار لهم هو تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة بعد توسع الدولة في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. دلوقتي بقت متوفرة بنزينات الغاز كتير، في الزهراء، في التجمع فوق، في شارع 90 بقى فيه، شارع المشير بقى فيه، على الأسرات بقى فيه كتير، في حلوان بقى فيه كتير، بقت البنزينات متوفرة كتير الحمد لله. أنا سألت على تحويل الغاز وقدمت وحولت العربية بقى لي سنة وشهرين. الغاز جميل على فكرة وموفر معايا جدا في البحكات البنزين، موفر جامد. تاني حاجة بيوفر معايا في الزيت، موفر كتير يعني عن البنزين كتير، يعني بيأكل عيش، بيوفر معايا كتير يعني بصراحة، وشغال زي الفل. لا تستغرق إجراءات الفحص والتسجيل في مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أكثر من 4 ساعات، وبعد التحويل تحصل السيارة على ضمان مدته عام، وطوال هذه المدة تتكفل الشركة بتكاليف الصيانة وقطع الغيار بالكامل. فرق كبير جدا طبعا معايا، وبلاقي طبعا محطات كتير موجودة طبعا، وفي صيانة مجانية لمدة سنة عاملينها لنا ومفيش أي مشكلة الحمد لله. يعني كنت جايب عربية بنزين حولتها طبعا غاز، لأن اقتصادي جدا، عملي مفيهوش مشاكل الكلام ده كله، يعني دي تاني تجربة ليا. هو موفر جدا يعني، أنا بالنسبة لي كنت يوميا بحط مثلا 250 جنيه بنزين بحاجة زي كده، دلوقتي 50 جنيه حلوة قوي بتمشيني يعني اليوم كله. تتواجد محطات تموين الغاز في كل مكان تقريبا وبمعدل انتشار واسع، ويمكنك من خلال تطبيق موبستيشن معرفة موقع أقرب المحطات إليك. مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء أحد أكبر مستشفيات المحافظة المتميزة، ليه؟ عشان فيها خدمات صحية متنوعة. المستشفى بتستعد للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي، وتم تسجيل أكثر من 100,000 مواطن بشكل ورقي وإلكتروني، أكثر من 73,000 في التسجيل الإلكتروني الرسمي في المنظومة. كمان مستشفى شرم الشيخ الدولي بتمر بتجهيزات لإعداد هذه المستشفى كنموذج لأول مستشفى أخضر، أو بمعنى أصح أن هي تكون مشفى صديق للبيئة في مصر، في إطار استعدادات استضافة مصر طبعا لمؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة في شهر 11 اللي جاي، COP27. نشوف التقرير ونرجع تاني لحضراتكم. كافة الخدمات الصحية والعلاجية تجدها هنا في مستشفى شرم الشيخ الدولي، أحد أهم وأكبر مستشفيات محافظة جنوب سيناء، والتي تقدم خدماتها في جميع التخصصات الطبية. ابني عامل عملية بقاله 5 أيام، الرعاية هنا كاملة والاهتمام على أعلى مستوى، مفيش حد بيتأخر عن الحالة، احنا كمان كنا متابعين الحالة مع الدكتور، والدكتور في أي وقت بيتجاوب معايا. أنا موجود النهاردة بالمستشفى، ليا إشعاعات عاملها بقالها يومين، فجيت والحمد لله وشافوا الإشعاعات، وكل تخصص شاب الجزء اللي يخصه الحمد لله، انا ما عنديش اي حاجه. مستشفى فعلا دوليه، هي لما يتقالش عليها غير انها مستشفى فعلا دوليه. تميز الخدمات الصحيه المقدمه في مستشفى شرم الشيخ الدولي جعلها في مقدمه مستشفيات محافظه جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل الجديد، لا سيما بعد حصولها على درجة الاعتماد القومي المقررة دولياً من منظمة إسكوال عالمية. الطاقم الطبي مدرب على أعلى مستوى، إن شاء الله بإذن الله يكون في تكاتف كبير الفترة اللي جاية. إحنا تم تسجيل أكتر من 109,000 مواطن تسجيل ورقي في المنظومة، وأكتر من 73,000 تسجيل إلكتروني للمنظومة، ودي أرقام تتعدى نسبة 95% أو 96% من المحافظة، ودي أرقام حلوة جدا. إن إحنا لسه في مرحلة التشغيل التجريبي، وفي نفس الوقت بيكون عندنا أعداد محترمة جدا تم تسجيلها، وأعتقد ده من ثقة المواطنين إن إحنا هنقدم خدمة كويسة كهيئة رعاية صحية في منظومة محترمة، منظومة التأمين الصحي الشامل. ومن المقرر تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول نموذج مستشفى خضراء في إطار استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والذي سيقام بمدينة السلام شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
الموضوع ده مهم جدا اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي او هنشوفه في التقرير اللي جاي. مصر نجحت في استنباط سلالات متميزة من الأرز. السلالات دي بتقدر انها تتحمل الملوحة وبتتمتع بإنتاجية أعلى من الأرز المتعارف عليه. طيب عايزين نعرف تفاصيل أكتر، عشان كده هنشوف التقرير اللي جاي ده من كفر الشيخ ونرجع تاني لحضراتكم. النهاردة احنا في المزرعة البحثية لقسم حصول الأرز عشان نتعرف بس على الجديد عندنا والمجهود اللي بيبذل في البرنامج عندنا في البرنامج البحثي واللي بيحصل في برنامج بحوث الأرز بسخة. طبعاً من ضمن أهدافنا هو إنتاج أصناف مبكرة النضج عالية المحصول، مقاومة للأمراض والحشرات ومتحملة للإجهادات البيئية والحيوية زي ارتفاع نسبة الملوحة وخصوصاً في محافظات شمال الدلتا. احنا عندنا هنا بنقابل تحديات كتيرة في زراعة الرز. احنا عندنا مشكلة الأراضي الملحية ومشكلة نقص المية أو نهاية الترع والأراضي بتعرض لجفاف الرز، وبنشتغل على هذه المحاور والتحديات ان احنا بننتج أصناف عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض وذات صفات جودة عالية وتناسب هذه الظروف المعاكسة زي الجفاف والأراضي الملحية. احنا في التربية عندنا استراتيجية واضحة للتغلب على كل المشاكل دي. معظم البرامج في برنامج التربية عندنا بتهدف للتغلب على المشاكل الموجودة، وبالتالي نجحنا في استنباط حوالي 14 صنف دلوقتي بيتزرعوا تجاري عند المزارعين ولاقوا قبول كبير من المزارعين للمحصول العالي وصفات الجودة العالية ومقاومة للأمراض والحشرات. بنزرع الأصناف الجديدة كلها، مركز البحوث موفر لنا جميع الأصناف الكويسة في مركز البحوث. أهم الأمراض اللي بتصيب الرز هو مرض اللفحة، وده إحنا دايماً بنبقى حريصين طبعاً إن إحنا نربي للأصناف والسلالات بتاعتنا لازم تبقوا مقاومة للمرض اللفحة. إنجازات برنامج التربية إن نقلل الاستهلاك الماء بالنسبة للأصناف المبكرة حوالي 30% مقارنة بالأصناف القديمة جيزة 171 وجيزة 172. قدرنا برضو عندنا مجموعة من الأصناف اللي بتتحمل طول فترات الري باستخدام طرق زراعة اللي هي الحديثة زي البذرة الجافة في أرض جافة أو الزراعة التسطيل بصفة عامة، بدأت برضو توفر جزء كبير من المية في محقول في حقول الأرز، بحيث ان احنا نوفر جزء من المية وتوجه للأراضي الجديدة والمحاصيل الجديدة واتجاه الدولة باستصلاح أراضي جديدة، وده الاتجاه العام ان احنا نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا عندنا، وطبعا لازم نواكب هذه المتطلبات. تطوير وتحديث القطاع الطبي شيء بنشوفه بشكل مستمر في المستشفيات والمراكز الطبية في معظم المحافظات المصرية. النهاردة هنروح القليوبية عشان نشوف أعمال تطوير مستشفى الحميات والرمد في بنها تحديدا. هنتابع ونرجع تاني. المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، خاصة في حالات الأمراض المعدية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، مع مراعاة الرعاية الصحية والجسدية والنفسية للمرضى. واضح جدا التطوير والإنجاز اللي حاصل في قلب المستشفى. المستشفى على قدر عالي جدا من الكفاءة والجودة والنظافة. الدكاترة ما شاء الله عليهم استقبالهم كان جميل جدا، كشفوا وشخصوا الحالة. احنا كنا داخلين بيها بقى لنا فترة برة وما كانش حد عارف يوصل للتشخيص اللي موجود، وكتبوا لنا على العلاج والحمد لله رب العالمين. التطوير الحمد لله هو كويس، فرق كبير مع الناس برضو ومع المواطنين، وكل حاجة بقت فيه تمام. بينا نصرف العلاج في راحة وتمام، وبينا نقعد حضرتك في الاستراحة برضو، والحاجة بتتصرف لنا نعمل التذكرة ونيجي نقطع نروح الصيدلية نصرف الحاجة تمام، والدكاترة اللي هنا يعني قايمين بواجبهم وزيادة. تم تطوير المستشفى على 3 مراحل شملت مختلف المباني والأقسام والوحدات ضمن خطة الدولة من أجل رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري. وكانت خطة التطوير تشمل الآتي: المرحلة الأولى وتشمل تطوير قسمين الكورونا وقسمين للحميات، وتطوير الأقسام الداخلية قسم الكبد والجهاز الهضمي والأطفال، وتركيب تانك أكسجين. المرحلة الثانية وتشمل قسمي الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وقسم مركز أبحاث الكبد والصيدلية والتعقيم
والمغسلة وقسم الأشعة، وتم تركيب جهاز أشعة مقطعية على أحدث على أعلى مستوى. تعتبر هي العناية الوحيدة اللي موجودة عندنا، بتخدم محافظات اللي حوالينا، محافظة المنوفية ومحافظة الشرقية، برضو محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، وبتبقى تابعة لمشروع رعايات مصر التابع لمبادرة الرئيس. بيحتوي المعمل على جهاز بي سي آر، جهاز البي سي آر دوت من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم، موجود من في أكتر من دولة من الدول في العالم. الجهاز ده عنده القدرة إن هو يعمل 1400 حالة في اليوم الواحد. الجهاز ده بيخدم محافظة القلوبية، جميع الحالات اللي موجودة في محافظة القلوبية محتاجة تعمل بي سي آر، تم عمل التحليل لها هنا. وتدعم المستشفى أيضا التعليم الطبي المستمر للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين، كما تلتزم بتطبيق نظام الجودة وإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان وتقليل المخاطر لجميع العاملين والمرضى والموظفين والزوار. في فقرتنا دلوقتي مشاهدينا هنتكلم عن إطلاق مشروعات الطاقة المتجددة صديقة البيئة على مستوى المحافظات المصرية، من مثلا على سبيل المثال للحصر، يعني محطة بنبان للطاقة الشمسية، محطة توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، محطة كومومبو للطاقة الشمسية، مزرعة رياح راس غارب. امبارح كنا بنتكلم عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في جمصة، من كام يوم إنشاء محطة شحن الأوتوبيسات بالكهرباء في جنوب سيناء، وغيرها من مشروعات تنويع مصادر الطاقة اللي بتفيد المواطن والدولة وما بتبقاش مضرة بالبيئة وبتقلل من الانبعاثات الحرارية. ويمكن برضو احنا اتكلمنا امبارح عن جزء منها وهو التوسع في إقامة مشروعات محطات الغاز الطبيعي. فكرة يعني ايه أصلا طاقة متجددة والمشروعات اللي مصر بتستهدفها في هذا المجال هتفيدنا بإيه، وإزاي تكون صديقة البيئة عشان تتماشى مع فكرة كمان التغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم. دكتور ماهر عزيز خبير الطاقة معنا دلوقتي على التليفون عشان يقدر يساعدنا في تفاصيل ونقاش ومعلومات بخصوص هذا الأمر وهذا المجال. دكتور ماهر تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك في إكسترا اليوم. تحياتي يا فندم لسيادتك وللسادة المشاهدين. في البداية هو يعني إيه طاقة متجددة وإيه علاقتها بالبيئة ومصر ماشية فين في الملف ده؟ الطاقة المتجددة هي طاقة لا تنتهي وهي تتجدد على الزمن وتتجدد على الأيام، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه الطاقات لا تنتهي أبدا وهي تتجدد دائما، ومثل الطاقة المائية أيضا دائما متجددة ودائما تتكرر في مواعيد التهطال ومواعيد الفيضان. هذه الأنواع، طاقة الأمواج، طاقة المد والجزر، هذه الطاقات الجديدة المتجددة هي طاقات موجودة في الطبيعة، موهوبة لنا من الله، وفي الوقت نفسه لا تنتهي وتتجدد على الزمن والأيام. بالنسبة لمصر، مصر عندها مصادر ضخمة جدا للطاقات الجديدة والمتجددة. عندنا الخريطة الشمسية وخريطة الرياح تحدد الأماكن التي نستطيع أن نولد منها طاقة بكميات كبيرة، سواء شمسية أو طاقة رياح. مصر بالنسبة لها الطاقة المتجددة تمثل عنصر مهم جدا في تنويع مصادر الطاقة، لأن الاعتماد على مصدر واحد وحيد يضع البلد ومستقبل البلاد كلها في مأزق. وبالتالي تنويع مصادر الطاقة ويأتي على رأسها استدخال الطاقات الجديدة والمتجددة، هذا مهم جدا لمستقبل الطاقة في مصر. وبالتالي انتشار الطاقة المتجددة في الأراضي، في الأرض المصرية كلها وفي جميع المحافظات، أمر في غاية الأهمية ويمس مستقبل البلاد مساسا قريبا وملتصقا بمستقبل البلاد. طيب مصر بتتمتع بإمكانيات طبيعية ازاي تقدر انها تخدمها في ملف الطاقة المتجددة؟ المتوسط الإشعاع الشمسي في مصر عالي بالنسبة لبقية المناطق في العالم. احنا من اكبر المناطق في العالم التي متوسط الإشعاع الشمسي فيها كبير، يصل إلى 2500 كيلو وات ساعة على المتر المربع بالسنة، ودي كمية مهمة جدا وكبيرة. وبالتالي على المتر المربع الواحد سنويا يمكن توليد 2500 كيلو وات ساعة من الشمس. الرياح
احنا كشفت خريطة الرياح عن مناطق مهمة جدا لسرعات الرياح على ساحل البحر الأحمر وفي رأس غارب وجبل الزيت وأيضا في أماكن شرق النيل وغرب النيل وفي أماكن أخرى. استطاعت خريطة الرياح أن تحدد هذه الأماكن كأفضل أماكن لتوليد طاقة الرياح في مصر، فهي دي الأماكن اللي هتكون لها يعني تكون تمثل مصادر ضخمة للطاقة المتجددة في مصر. خصصت حوالي 7600 كيلو متر مربع للطاقة الشمسية والرياح، تستطيع أن تولد 90,000 ميجا وات، 35,000 ميجا وات رياح و 55,000 ميجا وات طاقة شمسية فوتوفولتية. ده for the time being حتى الآن. طب دكتور ماهر، أكيد إحنا هنستكمل مع حضرتك الحديث، وأرجو أن تبقى معنا في إكسترا اليوم عشان نقدر إن إحنا نتكلم أكتر عن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر. ولكن مشاهدينا، ورد إلينا هذا البيان العاجل حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومسؤولي الهيئة الهندسية. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه باستكمال مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده، حفاظا على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم. اجتمع أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها مع مراعاة تناغم واتساق أي إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية في مصر. كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم. وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل، حيث وجه الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادا لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق. وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤولي المحافظة والأحياء. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر.
هنرجع لنقاش مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة في مصر مع الدكتور ماهر عزيز خبير الطاقة. دكتور ماهر طبعا بعتذر لحضرتك عن المقاطعة، وبنكمل الحديث في فكرة الموارد الطبيعية اللي موجودة في مصر اللي بتقدر انها تخدم الملف ده في الطاقة المتجددة، وازاي مصر قدرت انها تستثمره بشكل واقعي على أرض الواقع في الخطة اللي بتستهدفها من أجل الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة. مصر تستهدف في خطة مستقبلية قريبة المدى، متوسطة المدى، طويلة المدى، تستهدف تحقيق معدلات عالية من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، فتصل بنسبة الاستخدام عام 30 إلى حوالي 29% وعام 35 إلى حوالي 42% نسبة المشاركة في توليد القوى الكهربية. الخطة المصرية طموح جدا، وهذه الخطة تنعكس على موقف مصر الثابت في مشاركة الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية. وبالتالي الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ بتستهدف تعظيم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لأجل مكافحة التغيرات المناخية. نحن نعرف أن هناك إجراءات عديدة على مستوى العالم لمكافحة غازات الدفيئة وخفض الابتعاثات، أولها تقليص الانبعاثات من استخراج وتحويل الوقود الأحفوري، ومصر في قطاع البترول تحقق نجاحات كبيرة في تقليص الابتعاثات من استخراج وتحويل الوقود الأحفوري. التحول للوقود الأقل في محتوى الكربون، ومصر أيضا ماشية في هذا. تحسين كفاءة الطاقة، ونحن نحقق فيها تقدما كل يوم. زيادة استخدام المتجددات، وأنا أشرت إلى الخطة الطموح التي تستهدفها مصر لزيادة المتجددات حتى عام 50. زيادة استخدام النووي، ومصر بتنشئ المحطة النووية الأولى. استخدام الوقود الأحيائي اللي هو البايو انرجي أو البايو فيول، ومصر عندها خطة أيضا للدخول في هذا المجال. إذن النطاق عريض في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والبدائل والطاقات البديلة، استخدام عريض لمكافحة التغيرات المناخية. دكتور ماهر عزيز خبير الطاقة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش. وعلى نفس هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور علي قطب أستاذ التغيرات المناخية. دكتور علي تحياتي لحضرتك في البداية وأهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. ليه الطاقة المتجددة صديقة البيئة، وإزاي هتخدم مصر في ملف التغيرات المناخية؟ يعني احنا ما بنتحدث عن طاقة صديقة للبيئة يعني ملهاش اي اثار جانبية او مخلفات كربونية تزيد من تغيرات المناخ بصفة عامة، وبالتالي افضل طاقة نظيفة وصديقة للبيئة هي الطاقة اللي موجودة في الطبيعة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، المفاعلات النووية، ولكن استخداماتها تكون سلمية. وطبعا الحمد لله يمكن ده شيء اساسي جدا جدا في التغيرات المناخية. التغيرات المناخية يعني يا إما حد من التغيرات المناخية عن طريق تخفيض الانبعاثات الكربونية بصفة عامة، أو التكيف مع التغيرات المناخية. يعني إحنا التغيرات المناخية موجودة بصفة عامة، ولكن هنستخدم تكنولوجيا حديثة تقلل من هذه الانبعاثات نسبيا، وفي نفس الوقت تكون هذه الانبعاثات أو هذه الطاقة اللي هي هتحد من هتكيف المناخ هتبقى ملائمة لراحة الإنسان. طبعا مش هنقدر نمنع التغيرات المناخية، لأن هناك تغيرات مناخية طبيعية ودي حقبية نتيجة للتغيرات الجيولوجية الموجودة في الأرض، ونتيجة للدورة الشمسية اللي موجودة في الجو، ولكن هناك التغيرات الناتجة عن النشاط البشري، ودي بتمثل حدود 80% من الانبعاثات الكربونية. لذلك طبعا يجب ان احنا هنحد ونخفف من هذه الانبعاثات الكربونية من خلال استخدامات المواطنين او الحكومات في للطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة. ويمكن جمهورية مصر العربية، او بالتأكيد مش يمكن، موقعها الجغرافي
بيسمح لها باستغلال أكبر قدر من الإشعاع الشمسي. جمهورية مصر العربية بتقع في منطقة ما بين المدارية وتحت المدارية، ونسبة الإشعاع الشمسي فيها كبيرة جدا جدا، وبالتالي نقدر ننتج طاقة كبيرة باستخدام ألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية. كمان النهاردة احنا لدينا مسطحات مائية أكثر من 2000 كيلو، 1000 كيلو على البحر المتوسط و1000 كيلو على البحر الأحمر قد تزيد، وبالتالي نقدر نستطيع عمل مفاعلات نووية تنتج طاقة كهربائية بقوة كبيرة جدا، ولكنها لها مخاطرها طبعا. وبالتأكيد إذا كانت هناك تكنولوجيا عالية يمكن الحد من أي مخاطر قد تنجم عن المفاعلات النووية. بالإضافة إلى طاقة الرياح، لدينا النهاردة مناطق محددة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحدد المناطق الأكثر اتجاهات للرياح والأكثر رياح، زي مناطق البحر الأحمر وخليج السويس عن البحر المتوسط، وبالتالي نستطيع عمل محطات لطاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح من خلال المناطق اللي أنا أشرت إليها في رأس غارب والبحر الأحمر تحديدا بصفة عامة، والخليج السويس أيضا على جمهورية مصر العربية. إيه المشروع الفارق في ملف الطاقة المتجددة في مصر؟ المشروع الفارق أولا استصلاح أكبر قدر من المسطحات الخضراء، لأنها هي أكبر منتج للأكسجين وأكبر مخفض لنسب غازات الاحتباس الحراري اللي هي غازات الكربون والميثان وما إلى ذلك من غازات ضارة على البيئة والتلوث البيئي بصفة عامة. النقطة الثانية هي استخدامنا للطاقة الشمسية بديلة لاستخدام طاقات الفحم والبترول، لأن احنا لدينا موقع جغرافي يمكننا من إنتاج أكبر قدر من الطاقات الشمسية، ولكن محتاجين ألواح شمسية، والحمد لله دلوقتي لدينا الهيئة العربية للتصنيع بتنتج هذه الألواح، بالإضافة إلى هناك شراكة قائمة من قبل الأمم المتحدة بين جمهورية مصر العربية واليابان لتصدير الألواح الشمسية لاستخدامها في إنتاج الطاقة بصفة عامة، سواء كان فوق المنازل والمسطحات الموجودة أو في كان إنتاج المصانع بصفة عامة. وده هيجبر القوانين التي تطلقها الدولة أو تقرها الدولة على المصانع في استخدام وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية كبديل لطاقة الفحم والبترول. دكتور علي قطب أستاذ التغيرات المناخية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش البيئي بخصوص الطاقة المتجددة في مصر. توفي صباح اليوم الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع عن عمر يناهز 40 عام. المزيد عن مشوار الفنان في التقرير التالي. ما في كلمة في أولى فيها تحكي عن هواك. عن عمر ناهز 40 عاما رحل الفنان اللبناني جورج الراسي عن عالمنا جراء حادث سير مروع وقع عند الحدود السورية اللبنانية. وأفاد شهود عيان بأن الحادث وقع أثناء قدوم الفنان جورج الراسي من ناحية الحدود السورية عقب إحياء حفل بدمشق، حيث اصطدم بسيارته في الحاجز الخرساني مما أدى لوفاته ووفاة سيدة أخرى بالحادث. مسيرة الراسي الفنية كانت قد انطلقت مبكرا، إذ بدأ الغناء في عمر 16 عاما، وصور أول فيديو كليب لأغنية سهر الليالي منتصف التسعينيات، لكن الجمهور بدأ يتعرف عليه بصوته الطربي بشكل أوسع في العقد الأول من الألفية الجديدة. ولد الفنان الراحل في بعبدة بلبنان عام 1982 لعائلة فنية مميزة، فشقيقته هي الفنانة نادين الراسي، ووالده عازف العود الذي انضم إلى أمه في تشجيع جورج على الغناء. وبكلمات مؤثرة استذكر فنان الوطن العربي وعلى رأسهم جورج والصوف ونانسي عجرم وإليسا وهيفاء وهبي ووائل كفوري زميلهم الذين صعقوا بخبر رحيله دون سابق إنذار. خدعتي حلو الكلام، ظلمتني وكتر الملام. خدعتي حلو الكلام، ظلمتني وكتر الملام.
طبعا هنبدا مع حضراتكم الفقره الرئيسيه في الجزء الاخر من البرنامج. هنروح لمحافظه البحر الاحمر وتحديدا مدينه الغردقه عشان نستعرض مع حضراتكم جهود الدوله في تطوير المناطق الغير امنه في البحر الاحمر. سوق تجاري وملاعب وخدمات مختلفه نفذتها الدوله في قلب مساكن الروضه بديله المناطق غير الامنه بمدينه الغردقه. فمن منطقة جبل العفش إلى منطقة إسكان الروضة أصبحت الحياة لائقة وآمنة. كنا ساكنين في جبل العفش وحاليا ساكنين في البلوكات، وطبعا تفرق كتير الأماكن العشوائية طبعا عن الأماكن الراقية، وبس الحمد لله يعني طبعا عاملين لنا سوق جديد اللي هو سوق الروضة. طبعا احنا زي ما حضرتك شايف كده سوبر ماركت، في اول سوبر ماركت في سوق الروضه. طبعا هنا الدنيا مرتاحه، وهناك ما كانش فيه امان، وكان زباله ودنيا وفران، وهنا ربنا نعم علينا بالبلوكات والحماير، ويشكر السيسي وبارك الله فيه والحمد لله. يعني الحمد لله هنا طبعا احسن من هناك بكتير، في كل المرافق متوفره، كهرباء وميه وغاز ومكان آمن ومكان نظيف. وطبعا نشكر القيادة السياسية لتوفير العيشة الحياة الكريمة هنا لينا. منازل آدمية ووحدات سكنية في مناطق راقية بقلب مدينة الغردقة، هكذا هي مشروعات مساكن الروضة التي تم تنفيذها بمدن البحر الأحمر. ده على مستوى الجمهورية طبعا. احنا في البحر الأحمر نفذنا المشروع على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجة والقصير، ودول عبارة عن 1705 وحدة. طبعا كل الوحدات اللي احنا عملناها شملت المرافق والكهرباء والمية والصرف الصحي والطرق واللاندسكيب، كل التكلفة دي شاملة. إجمالي التكلفة كلها عدت 1,600,000,000,000. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر العام الماضي قد افتتح عبر تقنية الفيديو كونفرنس مشروع الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمدينة الغردقة، وكذلك مدن غارب وسفاجة والقصير. كنا بنشوف التقرير اللي فات عن جهود مصر في تطوير المناطق الغير آمنة في البحر الأحمر. طب سريعا كده خلوني أقول لحضراتكم جهود الدولة في تطوير المناطق الغير الآمنة على مستوى المحافظات. على مستوى الجمهورية في 357 منطقة غير آمنة تم تنفيذ حوالي 264 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة، وصلت التكلفة لتطوير الأماكن الغير الآمنة حوالي 63 مليار جنيه. تم الانتهاء من تطوير 322 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز 95% من إجمالي المناطق المختلفة. هنتكلم في تفاصيل الموضوع ده مع الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. يا دكتور تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك في إكسترا اليوم. طيب لحد ما نرجع للدكتور محمود غيث، الحقيقة برضو احنا بنتكلم في تطوير المناطق الغير آمنة. في الجزء الأول من الحلقة يمكن إحنا كنا بنتكلم مثلا على سبيل المثال عن حي الأسمرات مع زميلي إبراهيم عزت. إبراهيم كان بيقول لنا إن معلومة مهمة جدا وتفاصيل مهمة جدا، إن في مش مجرد بس تطوير المنطقة أو إن هي مثلا نقله من مكان لمكان، لا، أو الاهتمام بالنطاق المعماري، لا، في كمان اهتمام بنطاق الإنسان، بناء الإنسان في المناطق دي. ففي مجموعة من الخدمات اللي بتكون موجودة في هذه المناطق والمناطق البديلة للمناطق الغير آمنة في فكرة تطوير القدرات ونقدر نقول إيه الأدوات اللي تقدر إنها تنمي المهارات الإنسانية اللي موجودة للأطفال في هذه المناطق. من ناحية بقى مراكز رياضية زي ما احنا كده بنشوف في الشاشة، من ناحية التطوير المعماري نفسه، في فرق في الثقافة اللي كان هينشأ فيها الطفل في المنطقة اللي كان هيلاقي نفسه فيها والمنطقة اللي لقى نفسه فيها لما حصل التطوير ده في المناطق الغير آمنة. في تشكيل سلوك وثقافة مختلف جدا جدا عن الطفل لما كان هيتولد في المنطقة دي أو هيتولد في المنطقة الجديدة، سواء بقى من ناحية العقلية، من الناحية النفسية، من الناحية الروحية، من الناحية الجسدية، من نمط الشخصية نفسه والسلوكيات اللي هتنعكس بعد كده في شكل المجتمع المصري في السنين اللي جاية. ودي نقطة حقيقة مهمة جدا
ومحورية جدا في تطوير المناطق الغير أمنة، مش فكرة برضو العشوائية في المشهد أو فكرة أن المشهد نفسه ممكن يكون مؤلم بصريا لأي حد ممكن كان بيبقى عايش فيه تلوث بصري تلوث سمعي نتيجة عشوائية السلوكيات اللي موجودة اللي غصب الإنسان نفسه بيلاقي نفسه فيها، ولكن التطوير نفسه اللي بيحصل ده بيختلف كتير جدا جدا في السلوك البصري والسلوك السمعي والسلوكيات بشكل عام اللي بتتنشئ في الأطفال اللي بتتولد في المناطق البديلة أو المناطق الآمنة بقى اللي اتعملت في مصر. خلينا نروح برضو لمحافظة الغربية، تم افتتاح أول منطقة لوحدات الطعام المتنقلة بكورنيش القاصد بطول 500 متر. خلونا نعرف أكتر عن وحدات الطعام المتنقلة دي ونرجع تاني لحضراتكم نستكمل الحديث عن المناطق البديلة في مصر. ساعة ما لقيت الإعلانات وكده في الشارع فقررت إن أنا أجي وأقدم وكده، وعرفت ناس زمايلي برضو والكلام ده كله، وفي ناس كتير جت فتحت. الموضوع جالي من كذا حد كان عامل إعلانات يعني إن في كرفانات بتفتح عند الإستاد وكده، وابتدت من عندي هنا الفكرة بقى. أنا كصاحب مشروع مشغل معايا 5-6 من أفراد العمل، وطبعا هو مشروع لشباب كان ممتاز جدا طبعا، لأنه طبعا هو بيساعد بيخلق فرص عمل. يعني هنا عندنا مثلا حوالي 70 كرفان. الكرفان ده اتعمل في خلال 5 أيام من الألف للياء، حديد بكلادين بواجهة بكل حاجة اتعمل معايا في 5 أيام. التقرير ده برضو بيعكس ميل أو رغبة الشباب للمشروعات الصغيرة اللي بتدعمها مصر. ليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة وبيتم دعمها من قبل القيادة السياسية؟ أولاً بتوفر ملايين فرص العمل للشباب من مختلف المحافظات، تاني حاجة أنها مدعومة من الدولة بشروط ميسرة لأي شاب أو أي مواطن بشكل عام، يعني مش لازم يكون شاب حتى كمان. تالت حاجة أو تالت سبب، صاحب المشروع ده بيفتح مجال عمل لأسر تاني، يعني الدايرة بتوسع أكتر في المنفعة، ما بتكونش قصيرة المدى. رابع حاجة إن مصر بتوفر أسواق ومعارض لأصحاب الحرف والمشروعات بيقدروا من خلالها يعرضوا المنتجات البديعة دي اللي خاصة بكل شاب وكل طموح أي إنسان عايز يعبر عن موهبته أو يعبر عن قدراته الفردية اللي موجودة فيه. طيب خلونا نتناقش في دور مصر الحقيقة في دعم المشروعات الصغيرة دي مع الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد اللي بينضم لينا هاتفيا دلوقتي. يا دكتور عمرو تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. تحياتي لحضرتك يا أستاذة آية والأستاذ المشاهدين. هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيه دورها في فكرة فرص العمل، تقليل نسبة البطالة عندنا في مصر خاصة ما بين الشباب؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل دول العالم وفي كل التجارب الاقتصادية هي حجر الزاوية ونقطة الانطلاق اللي تقدر بيها الدولة انها تعمل تنمية اقتصادية شاملة. الحقيقة الملف ده واحد من الملفات المهمة جدا جدا للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة. يمكن احنا شفنا من 2016 المبادرة الرئاسية لتوفير تمويل ميسر للشباب 5% 200 مليار جنيه، والاهتمام بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاهتمام في المناطق الصناعية أو حتى في أنشطة زي اللي شفناها مع حضراتكم في التقرير اللي حضرتك عرضتيه. في الحقيقه احنا بنتكلم على المشروعات الصغيره والمتوسطه، هي مشروعات كثيفه العمل وبالتالي بتساعد كتير جدا الدوله في تخفيض معدلات البطاله. هذه المشروعات غالبا الكفاءه فيها بتبقى اعلى، وبالتالي نقدر نحقق معدل نمو ومستويات دخول كبيره. الحاجة الثالثة ودي المهمة في خطة التنمية للدولة المصرية هي فكرة التكامل ما بين المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهنا بنتكلم على الدولة اللي بتتنقل من الفكر الاشتراكي اللي مسؤولة فيها عن توظيف الشباب وخريجي الجامعات أو خريجي التعليم المتوسط حتى لو مش في مكانهم زي ما كنا بنشوف في السبعينات والثمانينات، إلى دور الدولة الواعية اللي بتخلق حوافز وبتعمل مساعدات فنية ومالية عشان ينطلق القطاع الخاص ده
ويتحول الشاب من باحث عن وظيفة إلى صانع للوظائف لنفسه وكمان لزمايله ومجتمعه، لأن كل واحد بيشتغل في مشروع هو بيصنع كمان معاه فرص عمل. يمكن التوجه الأهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي فكرة ريادة الأعمال أو التوجه إلى الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مش مجرد أن احنا نعمل مشروع تقليدي، إنما دعم هذا المشروع بالابتكار هو استغلال للموارد البشرية المصرية من ناحية، وأفكار الشباب العظيم جدا المصري. يمكن يا دكتور أنت حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، فكرة إن دلوقتي زي ما بنقول كده حتى في العامية المصرية، يعني الكرة في ملعبك، يعني دلوقتي تقدر تصنع لنفسك مستقبل من خلال هذه الفرص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. حتى فكرة ان انا انقي مجال مناسب مع السوق اللي حواليا، وان انا اقدر اصنع لنفسي تفرد في بعض المشاريع المختلفة، وفي نفس الوقت ان الدولة بتوفر لي حتى لو انا مش عارف اي حاجة ومش عارف ابدأ منين، فكرة التأهيل كمان ان انا اقدر ان انا ابدأ من جديد خالص حتى في مجال انا ما كنش عندي اي خلفية فيه، لكن شايف نفسي ان انا ممكن انجح لو اتعلمت او اكتسبت بعض المهارات فيه. برضو النقطة دي اكيد ليها صدى او ليها مردود في تشكيل مستقبل بعض الشباب. خليني اقول لحضرتك ان الدور المهم جدا اللي بيلعبه الاعلام مع وزارة التربية والتعليم المصرية ووزارة التعليم العالي هو دور مهم جدا، لان اول حاجة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو زرع هذه الفكرة واقتناع الشخصية المصرية بالاعتماد على الذات وبالمشروعات. يعني احنا طول عمرنا متربيين على بلد شهادات، لو فتك الميري يتمرمك في ترابه، ان بنعلم ولادنا الصغيرين يحلموا ان هو يبقى محامي وظابط ومهندس وطبيب، انما ما حدش بيقول ان هو يمتلك مشروع، ما حدش بيقول ان هو يعمل استثمار لنفسه وللبلد. وده كان طبيعي من الميراث الخاص بالسياق الاشتراكي اللي كان موجود في الخمسينات والستينات. في الحقيقة التحول في الشخصية المصرية اللي بيتعمل من خلال التعليم والتدريب، واحنا بنتكلم دلوقتي على مركز لريادة الأعمال في كل جامعة مصرية، بنتكلم على ان وزارة التربية والتعليم بتطبق دلوقتي في كل مدارس التعليم الفني منهج خاص بريادة الأعمال والابتكار، بنتكلم على آلاف من الدورات التدريبية اللي بتتم سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات أو من خلال عديد من مؤسسات المجتمع المدني في مجال دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. ده جزء مهم جدا جدا، لأن إذا الشاب ما عندوش فكر ريادة الأعمال وإن هو يبدأ مشروع ويعتمد على نفسه، باقي الخطوات هتبقى صعبة جدا. الجزء الموجود في المكون الثقافي والاجتماعي ده هو اللي بعده تيجي المرحلة الثانية اللي وفرتها الدولة المصرية، سواء في القروض الميسرة، سواء في التيسير في إجراءات التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء في منح حوافز للمشروعات دي، توفير أماكن ليها. ويبقى إن كل هذه الفرص رهينة بإن الشاب نفسه أو الشخص نفسه، مش عايزين نخسر الموضوع على الشباب ده، صحيح، هو عنده الإرادة وبيعمل منتج في قدر كبير من الابتكار ويحتاجه السوق المحلي بشكل. ايه ابرز المجالات اللي فعلا محتاجها السوق المحلي؟ يعني يقدر اي شاب بيتفرج علينا او اي مواطن محتاج ان هو يبدا في مجال جديد يفكر فيه؟ يعني احنا المشروعات الاستهلاكيه اللي فيها الاكل والشرب والتجاره هي مشروعات جيده جدا ومفيده للاقتصاد، انما في الحقيقه القطاع الصناعي هو الأهم. المشروعات الصغيرة اللي بتهتم بخلق قيمة مضافة في القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي هي مشروعات واعدة جدا. قطاع الاي سي تي وقطاع التكنولوجيا المعلومات، واحنا عندنا توجه من الدولة واضح بزيادة الأعداد
في هذا المجال، سواء في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي الموجودة في الجامعات المصرية، أو بنشوف دلوقتي في التعليم الفني مدارس لإنتاج البرمجيات ومدارس للذكاء الاصطناعي موجودة، وهذا القطاع فيه قيمة مضافة عالية جدا. وإحنا شفنا إزاي بعض الابليكيشنز اللي موجودة في العالم بتتباع ب 15 و 20 مليار دولار لبرنامج واحد بس لمجرد أنه موجود على كل التليفونات. فأعتقد أن القطاع ده، قطاع البرمجيات والسوفت وير، يمكن احنا شفنا مبادرات رئاسية عديدة وتوجيه بمبادرة مليون مبرمج مصري أو مليون مبرمج أفريقي. هذا القطاع من القطاعات الهامة جدا 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 واللي محتاجين نركز عليها. يمكن وإحنا بنتكلم على التكامل مع المشروعات القومية، الدلتا الجديدة بتخلق لنا فرص للتصنيع الزراعي وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تدخل في هذا المجال. شفنا عديد من المناطق الصناعية اللي موجود فيها أماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المصرية المختلفة. فإحنا بنتكلم على قطاعات أساسية جدا وهامة جدا للشاب، ولكن الأصل مش فكرة إن إحنا كيف نسوق هذا المنتج اللي موجود للمشروعات الصغيرة، وإنما إن المشروع الصغير بيبني خططه على وجود طلب أصلا في السوق على واللي قبل كده برضو إرادة الشخص نفسه في نجاح هذا المشروع وسعيه الدائب في تطوير مهاراته المكتسبة. فعلا نقدر نقول مفيش حاجة مضمونة، بس النجاح دايما معادلة الاجتهاد، يعني هتجتهد هتنجح، دي معادلة الحياة دايما أو المعادلة الإلهية، يعني كل مجتهد نصيب. دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وعذرا طبعا يعني كنت أود استكمال الحديث معك في مجموعة المجالات المختلفة اللي بيحتاجها السوق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يعني الوقت ضريبة البرنامج دايما في انتهائي. طبعا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا في متابعة حلقة النهاردة من إكسترا اليوم، تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير بإذن الله.